بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 60 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع كمال الوسيلة عبد الله من السودان، يسأل ويقول: إن والدتي تلزمني فوق طاقتي، وذلك بأن أساعد إخواني وأخواتي وأبنائهم وهم كلهم في حال جيدة وأنا غير مقصر معهم، وتقول: إنني غير راضي عنك إذا لم تساعد أخواتك، وهم متزوجون ولهم أبناء وأزواجهم موجودون وقادرون على العمل وحالتهم ميسورة والحمد لله، ووالدي متزوج وله أبناء أنفق عليهم جميعا، وإنني أيضا متزوج ولي أبناء وأريد أن أقوم بتربيتهم، أفيدوني في هذا الأمر وفيما تقوله الوالدة، هل علي ذنب؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فمما لا شك فيه أن للوالدين حقا وللأقارب حقا. الله سبحانه وتعالى أمر بإعطاء كل ذي حق حقه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فما ذكره السائل من أن والدته تأمره بأن يعطي أخواته وأقاربه هذا أمر بالمعروف، ولكن عليه أن ينفذ ما يستطيع، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فعليه أن ينفذ من ذلك ما يستطيع ويبدأ بالأقرب فالأقرب. لا شك أن الأولاد أولى من غيرهم، فيؤمن لهم حاجتهم، فإن بقي عنده شيء فليتفضل به على أقاربه بحسب الاستطاعة، وبذلك يحصل المقصود بإذن الله ويحصل إرضاء الوالدة. نعم، جزاكم الله خيرا. قد يكون طموح الوالدة كبير بحيث تأمل في أن يكون بناتها على حال معينة، وهو له التزامات معينة، فما هو توجيه الشيخ؟ جزاكم الله خيرا. كما ذكرنا، عليه أن يتقي الله ما استطاع، وأن يبدأ بمن يعول، ويقنع والدته بأن يبين لها حالته. نعم. ويبين أيضا أن أخواته وأزواجهن ليسوا بحاجة ماسة إلى ما عنده، إذا بين لها ووضح لها لعلها تقتنع بذلك، وإلا فإنه يقوم بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وبر الوالدة حينئذ ما هو حد ولو تكرمتم؟ وكذلك بر الوالدة حسب المستطاع. طيب، إذا بر بها حسب ما يستطيع وأرضاها بحسب ما يستطيع وكان ذلك بالمعروف، هذا هو الواجب. طيب، والبر يكون حتى ولو بالكلام اللين والكلام الطيب والتلطف معها. نعم، جزاكم الله خيرا. إنني أرسل مصاريف دائما للأولاد والوالد والوالدة، وأرسلها كالتالي: نصف المبلغ للأولاد والنصف الثاني للوالد والوالدة، علما بأن الوالدة ليس معها أحد إلا هي وحدها، هل علي ذنب لأني أرسل للأولاد أكثر من الوالدة والوالد، أم أرسل إليهم ما أستطيع؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن البداءة تكون بالأقرب فالأقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وابدأ بمن تعود. يبدأ بالأولاد والزوجة، ثم بالوالدين، ثم بالأقارب، والنفقة إنما تكون بقدر الحاجة، وما زاد عن ذلك عن الحاجة إنما هو من باب النافلة. ولا شك أن ما ذكره السائل من أنه يرسل لأولاده قسطا من المال ويرسل لوالديه، هو قد أحسن في هذا، وهذا هو المطلوب، أن ينفق على أولاده وأن أيضا ينفق على
والديه أو يصل والديه، وإن لم يكونا محتاجين وإنما هذا من باب الصلة وتطيب خواطرهما، هذا من الإحسان إليهما. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول مين يقول: إنني أحس بأنني قليل الذكاء، وإن هذا الأمر يتعبني كثيرا في حياتي، فتوجهت إلى الله ودعوته راجيا قبول الدعاء، وقد ألححت في طلب الدعاء لأنني علمت بأن الله يحب العبد اللحوح في طلب حاجته، وقد بدأت بهذا الدعاء منذ أكثر من سنة، هل يقبل الله مثل هذا الدعاء؟ وإذا كان القبول ممكنا فما هو السبب الممكن لمنع قبول الدعاء، وبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الدعاء أمر مطلوب، والإنسان يدعو الله عز وجل بما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه. الله أمر بالدعاء على سبحانه وتعالى، فقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه، قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، بل جاء في الحديث أن الدعاء هو العبادة. المسلم يدعو الله بكل ما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، والله يحب من عباده أن يدعوه وأن يلح بالدعاء ويكرر الدعاء، لأنه سبحانه وتعالى غني كريم ولا يتبرم بإلحاح الملحين وسؤال السائلين، فإنه يحب من عباده أن يكثروا من دعائه. فما ذكره السائل من أنه يكثر من الدعاء لأن يهبه الله ذكاء وفهما، هذا أمر طيب، وطلب الفقه في الدين وطلب الفهم هذا أمر مطلوب، لأن ذلك يعينه على عبادة ربه ويعينه على فهم دينه، فهذا غرض مطلوب وغرض جيد، فليمضي السائل في طريقه وفي دعائه لله سبحانه وتعالى ولا ييأس من الإجابة، وليتحرى أوقات الإجابة في الدعاء في ثلث الليل الآخر، الدعاء في أدبار الصلوات، والله جل وعلا قريب مجيب. المهم أن الإنسان لا يمل ولا ييأس لأن دعاءه عبادة وهو مأجور على ذلك وحري أن يستجاب له. يكثر من الدعاء أيضا في السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال: فأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمل أن يستجاب لكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قد يكون الإنسان خلق على هيئة معينة، هل يفيد الدعاء في تغيير تلك الهيئة شخصا؟ إذا كان الإنسان مصابا بمرض فإن الدعاء له تأثير بإذن الله في شفائه من مرضه. أما إذا كان الإنسان مصابا في خلقته، لأن تكون خلقته فيها شيء من النقص أو يكون معوقا في بعض أعضائه، فهذا يلتمس له العلاج، يلتمس له العلاج إذا كان له علاج، لأن التداوي أمر مشروع، تداوي بالمباح أمر مباح أو مستحب، بل إن بعض العلماء يرى أنه واجب. فإذا كان لهذا النقص في الجسم في الصحة علاج عند الأطباء ومجرب وهو علاج مباح، فلا بأس أن الإنسان يتعاطى الأسباب التي فيها رجاء الشفاء. أما إذا كان هذا النقص الخلقي في أعضائه لا يفيد فيه العلاج، فعليه بالصبر، عليه بالصبر والاحتساب وعدم الجزع. الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك ويعوضه خيرا مما أصابه. جزاكم الله خيرا. كأني بالشيخ صالح ينصح أخانا بمراجعة الأطباء لاختبار ذكائه، فإذا كان طبيعيا فذلك من فضل الله، وإذا كان هناك نقص ربما يعالج. نعم، إذا كان عدم ذكائه وفطنته بسبب مرض أصابه وله علاج عند الأطباء فليراجع الأطباء. مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والدعاء لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعمل الأسباب ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعلها نافعة، ويجمع بين الأمرين الدعاء وفعل الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لعل من إجابة الدعاء أن يوفقه الله لطبيب يهيئ له الفرص. لا شك أن تهيئة العلاج وتهيئة الأطباء الحذاق من فضل الله سبحانه وتعالى،
ومن إجابة الدعاء. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى الخبر في المنطقة الشرقية لنقرأ رسالة بعث بها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم عين ميم. أخونا له أكثر من قضية، فالقضية الأولى يقول: ما هي الطريقة الشرعية للتخلص من الأوراق التي تحمل اسم الله تعالى بعد انتهاء الغرض منها كالخطابات مثلا والجرائد؟ هل يكون التخلص منها كما نتخلص من الأوراق العادية أم أن هناك طريقة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. الأوراق التي يظهر فيها اسم الله جل وعلا أو فيها شيء من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو فيها شيء من كلام أهل العلم بالأحكام الشرعية والمقالات الدينية ما أشبه ذلك مما له حرمة، فهذه الأوراق ينبغي أن لا تلقى في المزابل وأن لا تهان، بل تتلف بإحراقها، تتلف بإحراقها أو بدفنها في مكان طاهر أو بجمعها ورفعها في مكان خاص حتى تجتمع، فإذا كثرت يأخذها ويحرقها أو يدفنها في مكان طاهر. المهم أنها لا تبتذل وتمتهن وفيها أسماء الله أو فيها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو مقالات دينية، لأن هذه لها حرمة فلا يجوز امتهانها. أما ما لم يستطع إنسان متابعته هذا لا حرج عليه فيه، لكن هذا في الممكن، الأشياء الممكنة. جزاكم الله خيرا. يقول: في صلاة الجماعة ألاحظ بعض المصلين يكثر الحركة سواء كان أمامي أو كان بجانبي، مما يجعلني أغمض عيني أثناء الصلاة لأني أتضايق من ذلك، فما هو العمل جزاكم الله خيرا؟ وهل تعتبر صلاتي صحيحة؟ الحركة في الصلاة لا تجوز إلا لحاجة، وبشرط أن تكون حركات يسيرة بقدر الحاجة. أما الحركة من باب العبث وكثرة الحركة في الصلاة من غير حاجة فهذا لا يجوز، بل قد يبطل الصلاة إذا كثر وتوالى ولم يكن لحاجة، لأن المطلوب في الصلاة الخشوع على سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو خضوع القلب ويتبعه سكون الجوارح عدم الحركة. ولما رأى بعض السلف رجلا يكثر الحركة في صلاته قال: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. ويروى ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الحركة في الصلاة لا تجوز إلا لحاجة، أما من غير حاجة فإنها تدل على عدم الخشوع، وقد تبطل الصلاة إذا كثرت وتوالت وكانت من غير حاجة كما نص على ذلك أهل العلم. وإن كانت حركات يسيرة وهي لغير حاجة فهي مكروهة وما يكره في الصلاة، أما إذا كانت حركات لأجل حاجة فلا بأس بها، هذه مباحة قدر الحاجة. وأما من رأى إنسان يكثر الحركة في صلاته فإغماء العينين ليس حلا للمشكلة، لكن عليه أن ينصحه، عليه أن ينصحه أن يبين له أن الحركة في الصلاة من غير حاجة لا تجوز، وهي إما محرمة وإما مكروهة، فالواجب النصيحة وتعليم الناس هذا الشيء، وهذا ناتج عن الجهل، لأن أكثر الناس يصلي بالتقليد ولا يتعلمون أحكام الصلاة، أكثر الناس لا يتعلمون أحكام الصلاة فلا يعرفون شروطها وأركانها وواجباتها، ولا يعرفون ما يبطلها وما يكره فيها وما يحرم فيها من الأفعال والأقوال، لا يتعلمون أحكام صلاتهم، وهذا إهمال من الناس وتقصير من العلماء ومن طلبة العلم. الواجب أن يتعلم الإنسان أحكام دينه وما لا يستقيم دينه إلا به، والواجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يفقهوا الناس وأن يعلمهم ولا يتركوهم يعيشون في الجهل ويعيشون في تقليد من غير علم في عباداتهم، أن هذا خطر عظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. دور الخطباء في هذا الموضوع شيخ صالح لو تكرمتم. نحن نأسف أشد الأسف من هذا، وقد أشرنا إلى أن هذا ناتج عن تقصير طلبة العلم. كثير من الدعاة وكثير من الخطباء لا يركزون على هذه الأمور، على تعليم الناس أحكام دينهم وأحكام عباداتهم وبيان ما يحرم عليهم وما يكره في العبادات وما يبطل العبادة، لا يهتمون بهذه الأمور، وإنما يشغلون الناس بكلام عام أو كلام بعيد عن محيط الحاضرين ومحيط الناس، وليس لهم فيه أي مجهود ولا يستطيعون تغييره، يشغلونهم بأمور لا يستطيعون تغييرها ولا يستطيعون التأثير فيها، ويتركون من الناس بحاجة إليه في أمور دينهم ومعاملاتهم وما هم واقعون فيه. الواجب على الدعاة وعلى الخطباء وعلى المعلمين والمدرسين أن يعتنوا ويركزوا
يركزوا على ما ينفع الناس في دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم حتى يكونوا على بصيرة من أمر دينهم. نعم. جزاكم الله خيرا. ربما يعتقد بعض الخطباء شيخ صالح أن الاستماع إلى الأخبار والتعليق عليها أثناء الخطب يعتقدون أن هذا من الأمور الهامة، بينما الناس في حاجة كما تفضلتم إلى التفقه في أمور دينهم. لعل للشيخ صالح توجيه حول هذا. نعم، هو الذي حمل كثيرا من إخواننا الدعاة والخطباء على تناول الموضوعات العامة والأمور الدولية، الذي حملهم على هذا الغيرة على الإسلام لا شك، وهم يريدون الخير، ونحن نعتقد ونجزم أنهم لا يريدون الخير، ولكن نقول لهم الناس بحاجة في أنفسهم إلى أن يتعلموا أمور دينهم وأمور عباداتهم ومعاملاتهم وما هم واقعون فيه من الأخطاء، فالواجب المبادرة والتركيز على هذا، على هذه الأمور. ولا بأس أن الإنسان في بعض الأحيان أو في بعض المناسبات يتناول شيئا مما يهم المسلمين وينبههم على الأخطار المحدقة بهم، لا بأس بذلك، لكن أن تجعل كل الخطب وكل المحاضرات والندوات في الأمور العامة ويترك جانب الدين وجانب تفقيه الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وأمور دينهم وتنبيههم على ما هم واقعون فيه من الأخطاء، هذا لا شك أنه خلل في التعليم وخلل في الدعوة. إذن هناك توازن، الشيخ صالح يدعو إلى التوازن والعمل. نعم، إلى التوازن وإلى البداية بالأهم فالأهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى موضوع آخر، يسأل عن أخونا ميم عين ميم من الخبر في المنطقة الشرقية، يقول في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن نطف الإبط من الفطرة، فماذا عن حلاقة الإبط؟ هل تجوز أو لا؟ جزاكم الله خيرا. المطلوب أخذ شعر الإبط وإزالته سواء بالنتف أو بالحلق أو بالقص، هذا هو المطلوب، وهذا من سنن الفطرة، من سنن الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قص الأظافر، جز الشوارب وإعفاء اللحى وقص الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط أو أخذ ما في الإبط من الشعر الطويل، هذا من خصال الفطرة، لأن هذه الأشياء الأظافر وشعر الآباط وشعر العانة وشعر الشارب إذا طالت فإنها تشوه خلقة الإنسان وتجمع الأوساخ والروائح الكريهة وفيها أضرار كثيرة وربما تسبب أضرار صحية أيضا، فإزالتها من خصال الفطرة التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حث عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما إعفاء اللحية فهذا من الجمال ومن الكمال والرجولة لأنها عضو من أعضاء الإنسان فجعلها الله جمالا فيه، وما يجب تنظيفها من الأوساخ ومن الروائح الكريهة وغسلها، ولا شك أن العناية بشعر الإنسان بشعر الرأس وشعر اللحية وتنظيف الجسم وإزالة الروائح الكريهة واستعمال الطيب هذه أمور مطلوبة في الإسلام، وهذا من التجمل المشروع في الإسلام. الإنسان لا يهمل نفسه فيترك أخذ ما أمر بأخذه ويأخذ ما أمر بتركه، لأن بعض الناس ابتلوا بأنهم يأخذون الشعور التي نهوا عن أخذها كاللحية ويبقون الشعور التي أمروا بأخذها كالشارب، يطيلون الشارب ويحلقون اللحية على عكس الفطرة، وكذلك بعضهم خصوصا الشباب والنساء يطيلون أظافرهم ويعتبرون هذا من الكمال، لأن الشيطان زين لهم هذا وقلدوا من لا خير فيهم إطالة الأظافر وغير ذلك من الخلل والنقص، كل هذا ناتج عن الجهل بأحكام الدين أو عن التقليد الأعمى والتشبه بمن نهينا عن التشبه بهم، تشبه أيضا بالسباع، تشبه بالبهائم، هذا المسلم منهي عن ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير لأخينا يقول فيه أقوم بأداء صلاة العشاء جماعة ولله الحمد وقبل النوم أقوم بأداء ركعة شفع وركعة وتر، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم عملك هذا صحيح، ولكن قبل الشفع وقبل الوتر تأتي بالراتبة، راتبة العشاء وهي ركعتان بعد صلاة العشاء، هذه راتبة، ثم بعدها تصلي ركعتين الشفع ثم تصلي ركعة الوتر، هذا إذا كنت لا تثق من القيام في آخر الليل، أما إذا كنت تثق من قيامك آخر الليل قبل الفجر فالأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل وأن تصلي من آخر الليل ما تيسر لك وأن تختمه بالوتر قبل طلوع الفجر، هذا هو الأفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم.